السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي. اليوم ان شاء الله غنطرق لواحد الموضوع اللي هو ايضا مهم. كل المواضيع مهمه في عالم الجن والسحر والتوكال وما يصب في فلكهم ونهرهم. اليوم نتكلموا على واحد السحر اللي هو السحر خفي، السحر المدفون، ويكون في بعض الاحيان مدفون في مقبره منسيه، اي مقبره لا يتم زيارتها والترحم على امواتها، او في مقبره لقوم على غير ديانتنا، مقبرة النصارى أو مقبرة اليهود أو مقبرة المجوس أو مقبرة يعني كل المقابر التي أصحابها على غير ملة الإسلام. وما الغاية من ذلك؟ لما يتم السحر والحكمة من دفن السيف في مقبرة منسية، لأن السحر إذا دفن في مقبرة يقوم بزيارة المسلمين والترحم وقراءة القرآن تكون قوته منخفضة 50% على غرار باقي المقابر الأخرى التي هي تكون منسية للمسلمين، عمرها 100 عام أو 200 سنة أو 150 سنة أو. ثم المقابر يكون هناك مقابر عندنا قديمة من حقبة الاستعمار، ثم هناك مقابر في الجبال، في الهضاب، مقابر حتى أصحاب ذلك القبر أو أصحاب تلك القبور نسوا على أهلهم بحكم التضاريس، بحكم الهزات الأرضية، بحكم يعني انشقاق الأرض، بحكم هبوط ذلك القبر بأثار الزمان وإلى ما ذلك. علامة سحر المقابر أو سحر المقبرة أو سحر القبر هو غالبا يكون بطرف من كفن الميت، بصابونة الميت، بماء غسل الميت، بشيء من المقبرة. العلامة ديالو شنو هو؟ وجع شديد جدا في الرأس على هيئة وخس، يعني بحال برد تدوك في راسك ويرى ما عندك حتى حاجة، تتشاط الطبيب يقول لك ما كاين حتى شي حاجة. اختناق أثناء النوم، رؤية المقابر والأموات بكثرة. دابا غنطرقوا للتوكال ونطرقوا لسحر المقابر، ها هو دابا تزداو، لأن الجني ذلك الجني المكلف ذلك السحر سحر المقبرة، لأن أي شيء أي عمل خبيث من السحر سواء كان هوائيا ترابيا مائيا ناريا مرشوش مدفون معلق محروق دائما يكون خادم له من الجن. والجن أنواع وأشكال وقبائل، منهم من لديه أجنحة، منهم من هو غواص، منهم من هو غواص لديه أجنحة، منهم من يعيش في الأرض ليس له جناح، منهم العمالقة، منهم وطول الجن كما مهما كانت قوته أو عظمته لا تتجاوز 8 سنتيمات. سوف أتطرق له في موضوع آخر، لأنني أنا رأيت الجنة بأم عيني هذه الاثنين. هناك من سيكذب، هناك من سيقول هذا يكذب علينا أو يبالغ أو كل واحد شغله هذاك، صدق أو لا تصدق تبقى حر ديال راسك. وليس كل من هب دب يرى الجن إلا إذا كان لديك حكمة وأسرار وورد وإذن. هناك نوع يعيش في الجبال اسمه السباسب، هناك نوع يعيش قرب الغابات والأشجار اسمه التواقف، هناك نوع يعيش في قرب النار مواقد النار اسمه الطواغيت، لأن النار هي الأصل، وخلقت الإنسان من صلصالك الفخار وخلقت الجن من مارج من النار، هذا قول ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإلى آخره. الآن كما قلنا من رؤية المقابر والأموات بكثرة، هنا دابا العلامة ديال التوكال والعلامة ديال السحر المدفون، ها هو الخادم تغير ليه كني في الليل بسبب سحر المقبرة، ها هو كان خادم للسحر ولا خادم للأكل غيولي عاشق، هكذا يصبح الجن عاشق يتسلق الدرجات. عدم القدرة على القيام بالأعمال، أي عمل صافي سليمان منه ما حاملوش، الفشل، الصداع في الرأس وزغللة في العينين، عينيك تفرفلو ديما أو تيحرقوك أو تسحقكم. ترى في نومك أو ترين أختي في نومك
انك تطير في مكان عالي تظنوا ديرها كثير الاحلام بالهيكل العظميه والجماجم والاشباح ترى الاشباح تطاردك نهضر شويه بالدارجه الاشباح هو نوع من الجن هو في غالي الاسم الشبح الاسم تطلق على الجن ولكن كاين هناك من الجن اسمه الشبح الشعور بالالام او التنميل في احد الشق الايمن او الايسر ديال الجسد ديالك يعني الجنب الايمن والجنب الايسر تشعر بواحد الالم الخوف الشديد غير مبرر تتخاف على الخوف تقدر تكون عندك سلطه وعندك قوه ولكن ديال خوفك ما تسمع شي حاجه الخوف تقدر اغدر سمع خبر الاموات كما يخشى فيما سمعتي شي واحد ميت تخاف كما تهضر الجنازه تخاف او تقدر يخشى عليك هذا هو سحر المقابر ثم هاد العلامات هادو تتزاد عليها الصداع في الراس في مؤخره الراس ولا في الجبهه ولا في العينين اما هنا اما هنا اما عينين حافظنا الله وحافظكم لصاحبة هذا السحر او صاحبة هذا السحر تكون ديما تشم واحد الريحه خبيثه وهي راه كتشم ريحه خبيثه حداها عرق احد الشقين دون الاخر تقدر تصير العرق في هاد اليد ولا في الطابق ولا في هاد الجنب ولا في هاد تحت الركبه في هاد الجنب تطيح في جنب الاخر ما تبقاش تحمل ريحه السمك ولا شميت ديك الريحه ديال السمك بحال تجيك تقيه وكثرة النسيان هذا دابا هو سحر المقابر تتشوف كثرة الخربات في الخلا الدور ديك الخربة ما تعرفها ديال من انت تشوفو تصيب راسك فيها ولا تصيب داك الصدر بدون سبب ديما تبع داك السفلى خاصك تكون تريني رياضي او صحيح العزلة والانطياب والكآبة انطوى على النفس ما تبقى حامل حتى حاجة والو تيضرك ظهرك تيضرك الكاسفين ديالك الملل الشديد من اي شيء واخا تكون عندك عندك بيسي في الدار تتريني عندك سياره لاباس عليك تشي المقهى تشي النادي تشي ديما الملل الطريقه ديال فكره السحر هي احسن طريقه هي تكتشف داك المكان ديال السحر وتبطلو ولكن الطريقه غير صحيحه هذه الطريقه غير تستضربوا بها الدجال والسحر والكهانه باش ينصبوا الناس واش ياخذوا مبالغ طائله مع الناس خاصنا بخور منيول خاصنا كذا انا تنحضر السحر انا كذا انا كذا كذا ولكن هو الاصل هو واحد الشيخ فقيه متمكن او راقي متمكن يخاف الله وله نيه صادقه في العلاج باش يفك هذا النوع ديال السحر ولا طرق وادعيه لفك السحر ولا وابطاله نذكر منها الدعاء والانابه الى الله سبحانه وتعالى والفرج طلب من الله الفرج الكربه ديالك عن طريق واحد الرؤيه تشوفها انك تتقرا القران او انك تتطهر او انك لابس البياض معرفه مكان السحر عن طريق جنون الشياطين هنا يجب ان يكون المعالج القدر كافي من العلم الشرعي والخبره والتجربه باش يكون يسرع في هذاك الجسد وتنتقد داك الجني وتقول لي انا راه خادم سحر المقابر حيت راه كل واحد خادم بشيء هذا خادم سحر المقابر هذا خادم التكل هذا خادم سحر الرش هذا خادم سحر معلق هذا خادم المحبه هذا بالجلب هذا بالتهيج هذا بالجريه هذا بالعين هذا بالحسد هذا وراثي في الحمل وفي الرضاعة هذا بالدعوه نعل نزل ديك العائله امان عن جد لهذا خاص الراقي يتحلى على قدر من الذكاء تنقولها ديما في كل الفيديو في التسجيل تنقول خاص هذاك الراقي او ذاك الشيخ او ذلك الفقيه يكون عنده نوع من الذكاء والمكر باش يعرف كيفاش لان الجن اكثرهم كاذبون في النبان وحنا البشر تعرف حنا البشر في النص في الاحتيال في كذا في المراوغه ولكن هما كاذبون اكثرهم منا وما تيرضوش هما بني ادم لان العداوه ثابته بين النار والتراب النار هما الجن والتراب بني ادم لأن إبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين من النار والسبب ديالو خروجه من رحمة الله هما حنا يعني ديما عداوة تبيزة هو كما خاطب الله عز وجل قال له وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هو قسم الله وتحاور مع الله والله أكبر الحوار ديالو وهذا درس آخر ثم كاين طرق القواعد كاين مع المرض داك السحر تكون فيه خادم مع المرض داك السحر
على ما تيكونش فيه سحر، ما تيكونش فيه خادم من الجن. كثر الاستعمال ماء السدر، المواظبه على قراءه سوره البقره، لان السوره الواحده تدمير اي سحر اينما كان وكيفما كان في اي فباذن الله سيرى في منابه من سحره ومكان السحر ايضا. الحجامه تعين على التخلص من السحر فهي من انفع ما يخاف اثر السحر. تناول سبع تمرات عجوة على الريق في الصباح، وهذا ما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضر ذلك اليوم سم ولا سحر. الماء المنقوع فيه سبع ورقات من السدر، تقرأ عليهم الرقية الشرعية وآية السحر سورة يونس وطه وسورة الأعراف، راه مشهورات بآية السحر، ثم يغسل بهم. وغير برا ماشي من التبع، تجي عند شي شيخ وشي فقيه وشراقي يحيد لك الجني، يحيد لك التوكال تيكون مع الجني، أي جن بكل في أي ساعة تيكون الفضلات في البطن ديالو هو التوكال. ثم نبداو بهاد الآيات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليكم أنزل من قبلكم والآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم أولئك هم يفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، تكرر ثلاث مرات، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم، ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، آيات العرش مزدين. قد تبين الرجل من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، إذ تبدو ما أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحملنا إصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربهم تضرعا خفية إنه يحب المعتدين، ثلاث مرات إنه يحب المعتدين، إنه يحب المعتدين، ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبا للمحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أينما تدعوه فله الأسماء الحسنى، رجل بصلاتك ولا تخافس فيها وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصافات صفا فالزاجرات جدرا فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض رب المشارق، إن زين سماء الدنيا بزي الكواكب، وحفظنك شيطاني مارد وحفظنك شيطاني مارد وحفظنك شيطاني مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا بعذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فاتبعوا شيئا منتقب، يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس، ثلاث مرات. إذا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكم شواظ من النار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. تلهونا وتحبس.
ما تكملش ايات لا 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 الاخر ديال ايات الحشر او ايات اسماء الحسنى. ثم الله نور السماوات والارض منزل نورك مشكات فيه مصباح المصباح في الزجاجه الزجاجه كانكم دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولا تلتس نار نور على نور يهدي الله بنور من شاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. الذين امنوا يقاتلوا في سبيل الله والذين كفروا يقاتلوا في سبيل الطاغوت فقاتل اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم فضل اياتك وكلامك واسرارك انصر كل سحر دفن في قبر بعزيمه او بقسم يا ذا الجلال الاكرام. هكذا كل يوم لمده 7 ايام هذا هو البرنامج باذن الله ويتم علاجك. وهذا الشيء الاصل ديالو نيه، نيه للمعالج والنيه للمريض، خاص تكون جوج فيهم النيه. وانت تقرب نيه العلاج وهو يجي بعدك نيه العلاج. والماديات هي الاخرى المساويه والمسائل ديال المال وكذا وكذا وكذا. اييه عالج اسيدي وطلب اللي بغيتي ولكن تتعالج. وشكون اذا كنت داك السيد عنده انعم الله عليه في الدنيا بالرزق الله، اما كان فقير شد العصا من الوص كيما تنقولو وخاطر غير قاوله ديال السكر، اما اللي عنده راه يعطيك مكاين حتى شي مشكل. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله على السحر المدفون في القبر وفي مقبره منسيه وفي مقبره اجنبيه. وسوف نتطرق الى مواضيع اخرى، مازال هناك الكثير من الحكمه ومن الاسرار. ولا تنساو الاشتراك والبارطاج لكي يصل الى الناس ويتم انقاذ الناس ولافاده الناس. ففضل الله عز وجل بهذه الفيديوهات والمقابلات الصحفيه تم انقاذ الناس في هذا اليوم من جميع المدن المغربيه ومن جميع انحاء الدول العربيه ومن انحاء العالم. الناس يتصلون، الناس نقوم بارشادهم مساعدتهم بفك سحرهم وشرهم وكل ما يدور في 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 مستقع السحره والجن الشيطان والظلم والبهتان والى ما الى ذلك باذن الله. والحمد لله الذي جعلنا في خدمة عباده. نكتفي بالقدر والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.